مساء الخير شباب. بين يدي رسالة الخطأ اللي ظهرت قدامي أثناء إقلاع جهاز الكمبيوتر وقبل الوصول إلى الويندوز. Mac address are invalid in both CMOS and Flash. طبعا عم يقول لي ضغط F1 للمتابعة، وأكيد بالضغط على الكيبورد بزر F1 بيتابع وبيدخل للويندوز. السؤال هلأ، كيف فيني اتخلص من رسالة هالخطأ هاي اللي عم تظهر أثناء الإقلاع، وخاصة أنه في عندي مشكلة مهمة جدا، أنه عندي كيبورد USB تمام مثل ما أنا شايفين، لما عم بضغط على F1 ما عم بيتجاوب. اضطريت أوضع كيبورد PS2 لحتى اتجاوزها لهي الرسالة بالضغط على F1. أنا بدي أشتغل على كيبورد USB. وأكيد يا شباب رسالة الخطأ هي ظهرت على لوحة أزروك، طبعا رقم موديل اللوحة الأزروك بين إيدي مثل ما أنا شايفين موضح بالفيديو. طبعا وهي الرسالة ظهرت على عدة لوحات أزروك بغض النظر عن رقم الموديل. بالبداية أصدقائي رح انتقل لجهاز كمبيوتر آخر أو على نفس جهاز الكمبيوتر، وانتقل للموقع التالي اللي رح أترك الرابط الخاص فيه بوصف الفيديو، اللي هو azrok/support/download/mactool.asb. بعد ما دخلت على هذا الرابط في عندي رابطين بحمل احداهما، اما الدوس واما الويندوز، وطبعا الويندوز هو الاسهل لانه فيني ثبت عن طريق الويندوز الاداة اللي بدي اياها. بعد ما حملت الاداة عندي على سطح المكتب رح قوم بفك الضغط الخاص فيها. بعد ما فكيت الضغط بنلاحظ انه في عندي هون ملف اسمه WMAC، رح اضغط عليه زر يميني وتشغيل كمسؤول. تظهر الرسالة السوداء اللي شفناها وبتختفي مباشرة. وفي عندي ملف تنفيذي آخر اسمه THTFSVID، كذلك الأمر بضغط عليه زر يميني وبعمل له تشغيل كمسؤول. وبعد ما انتهت العملية بعمل إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر. مثل ما أننا شايفين أصدقائي، للأسف ما انحلت المشكلة على هي اللوحة تحديدا، ولكن لوحات أخرى سوف تحل المشكلة بهي الطريقة. طيب في طريقة تانية رح أعلمكن عليها بهذا الفيديو. نضغط F1 للمتابعة للدخول إلى الويندوز عن طريق كيبورد USB أو PS2. الطريقة الثانية أصدقائي عن طريق الضغط على رمز الشبكة تحت فتح إعدادات الشبكة والإنترنت. بنتقل لعند تغيير إعدادات المحول وبضغط زر يميني على رمز الشبكة بهذا الشكل، ومن ثم بختار خصائص. في عندي هون سطر مكتوب عليه إنترنت بروتوكول فيرجن 4، بعلم عليه وبختار عبارة التكوين أو بضغط على زر التكوين. تطلع لي هي الرسالة، هل ترغب في المتابعة؟ بقول له نعم. بهذا المكان بختار خيارات متقدمة، ومن ثم بنتقل لعند سطر مكتوب فيه نتورك Addresses. بعلم على عبارة القيمة بهذا المكان وبفعلها، وبهذا المكان بكتب 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ومن ثم بضغط على زر موافق وبسكر جميع النوافذ اللي قدامي وبعيد تشغيل الجهاز. طبعا أصدقائي هي الطريقة الثانية ممكن تشتغل على لوحات، وعلى لوحات أخرى ممكن ما تشتغل عليها. في حال ما مشي الحال عندك وظلت رسالة الخطأ ظاهرة، كل ما عليك تثبيت نظام تشغيل آخر. يعني أنا هون مثلا منزل ويندوز 10، بإمكانك أنت تنزل ويندوز 7 وقد تحل المشكلة، لأنه هذا الجهاز لا يدعم سوى ويندوز 7 أو ويندوز 8. أنا نزلت عليه ويندوز 10 أكثر من الويندوز اللي هي مدعومة عليه اللوحة، لذلك أنا هلأ رح فرمت ونزل ويندوز 7 لأتأكد أنه هل رح تنشال أو تزال معي رسالة الخطأ ولا لا. مثل ما أنا شايفين أصدقائي، للأسف لم يتم حل هي المشكلة على هذه اللوحة تحديدا، على غير لوحات تم حل المشكلة مثل ما أنا شايفين هي استمرت. طبعا في ملاحظة مهمة جدا، في حال كان عندك مشكلة بالضغط على F1 وخاصة على كيبوردات USB تمام، الحل بسيط جدا. رح اضغط اول شيء بالبداية على زر الديليت لادخل على البيوس، ومن ثم زر F1. وطبعا بشكل سريع رح نتعرف على مكان مهم جدا اللي هو بالادفانسد، بنتقل لتحت لعند USB configuration تمام، وبخلي خيار اللوجيس USB support بحالة الاوتو، بحالة الاوتو لحتى ياخذ خيار الاف 1 اثناء الاقلاع، انه فيني اضغطها واستمر بالاقلاع للويندوز. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.